كانترودكشن بقى كده، ايه هي البيز ثيورم دي اساسا، او بتعمل ايه، هي عباره عن ايه يعني؟ قبل ما نعرف ايه هي بيز ثيورم، عايزين ناخد بيزكس نعرف عن حاجه اسمها الانفرنس. يعني ايه انفرنس؟ انفرنس كترجمه فوريه يعني، يعني استعلام. ما بستعلم عن حاجه او انا عايز اعرف حاجه معينه. ايه هو بقى الانفرنس دون؟ على سبيل المثال مثلا، انا دلوقتي دكتور وجاي جايب دواء وعايز اجربه على فار مثلا، كده بعمل تيستنج عشان اشوف الدواء ده هيشتغل ولا لا، والفار ده مريض، فاديت الدواء للفار. تمام، انا عارف ان الدواء ده مثلا هينجح بنسبة 90%، واديت الدواء للفار. بعد ما اديت الدواء للفار، الفار خف. اللي انا عايز اعرفه بقى دلوقتي، او اللي انا عايز استعلم عنه، او اللي انا يعني بعمل له انفرنس، الفار خف، ايه احتمالية انه يكون خف بسبب الدواء؟ هو ممكن ما يكونش خف بسبب الدواء. يعني مثلا في ناس بيجي لها برد وبيروح لوحده، يعني ايه اللي يضمن لي ان الدواء هو اللي عمل كده؟ مبقاش انا بقى، انا كصيدلي رحت منزل الدواء وخلاص بقى الدواء ده شغال، هو اصلا مش شغال، ده الفار خف بالصدفة. فما ينفعش الكلام ده، لازم انا ابقى عارف كويس قوي ومتأكد، ويبقى في احتمالية كبيرة جدا ان الفار ده خف من الدواء، ما خفش من حاجة تانية. ده مثال. في مثال تاني، مثال تاني ان انا دلوقتي عندي في دايرة معينة في فولت، وانا جيت حسبته بالفولت ميتر، والفولت ميتر فيه ايرور مثلا 95%، لا سوري قصدي في بيحسب بجودة 95%، ايرور 5% مثلا. يعني دلوقتي الفولت ميتر دون انا عارف الايرور فيه بتاعه، وعارف هو بيحسب قد ايه، بس هو حسب مثلا طلع لي 2 فولت. جيفن انه طلع 2 فولت، هل الحقيقه 2 فولت؟ يعني جيفن ان هو قرا 2 فولت، هل ده معناه ان الفولت فعلا 2؟ ده برضو دي الاستيتمنت بتاعت بايز ثيورم، هي بتحسب حاجه زي كده، وهتلاقيها موجوده في كتير بقى في حياتنا، يعني موجوده في كل حته في حياتنا، هنلاقي بايز دي على طول ماشيه في كل حته، منطقيه جدا. والغريب ان هي بتطلع ببروبابيلتي احنا عايزين نعرفها قوي من حاجات تانية، تحس انها ملهاش لازمه، تحس انها بتطلع يعني بتطلع الجوهرة من تحت الأرض، حاجة رهيبة يعني. خلينا بقى يعني نلقي نظرة عليها، بس قبل ما نلقي نظرة على النظرية دي عايزين نعرف حاجة الأول. دلوقتي أنا لو جيت عندي الاس بتاعي sample space، وعندي a ده event a، سميه ايه مثلا، أحطها هنا مثلا، ده كده ايه صغيرة ماشي، بس ده ايه. تمام، الايه دون انا معرفوش، بس انا اعرف حاجات تانية. الموديل بتاعي معمول من الاول بكونديشنال probabilities، يعني انا عارف الايه ده جيفن حاجه اسمها بي 1، عارف لو حصل بي 1 الايه ده نظامه ايه، وعارف برضو لو حصل بي 2 الايه ده نظامه ايه، ولو حصل بي 3 الايه ده نظامه ايه، ولو حصل بي 4. بس عايز اعرف بقى ايه هو الايه. لو جيت فكرت هنا في الموضوع، يعني في الموضوع ده، وان ازاي احله او ان انا احسبها ازاي، انا دلوقتي عارف، نشوف الفورمولا بتاعت بيز اللي احنا عارفينها. لو انا عندي probability بتاعت a given b1، الكلام ده بيساوي probability of a intersection b1 على probability b1. تمام كده؟ طب انا اقدر اشوف من كده بقى يعني ايه اللي انا شايفه هنا في الموضوع. انا عارف ان التقاطع دون انا اقدر اجيبه ازاي، اجيبه عن طريق ان انا اضرب ده الناحيه الثانيه. انا كده اخد ده من هنا اللي هو probability of b1 واضربها هنا، انا كده اقدر اجيب التقاطع ده. البروبابيلتي دي يعني هي probability الجزء الصغير ده. جميل، طب ماشي، انا كده معايا ده، عايز اجيب ده بقى نفس الفكره بالظبط، بس مكان واحد هنا احط 2. بعد ما نوصل في الاخر هيبقى عندي الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده، اجمعهم على بعض فيطلع لي probability في الاخر of a بقى in general، هتساوي probability of a given b1 في probability of b1 زائد probability
A given B2. B, B2. وهكذا. كمل بقى على كده. نقدر نشوف الكلام ده من فين تاني. انا ممكن ارسم الكلام ده على 3. ممكن اروح جاي هنا عامل 3 كده اهو. لان انا واقف هنا اهو. واقدر اروح في اربع اتجاهات مثلا. كل اتجاه منهم بيحدد بي مثلا. دي probability بتاعت بي 1. probability بي 2. بعد كده بنطلق في اتجاه. كده اهو. ومن الاتجاه ده احط هنا probability A given B1 وهكذا. ومن دراستنا للتري احنا عارفين ان احنا عشان خاطر نحسب التوتال probability الحاجة نضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده اللي هو اللي احنا شايفينه قدامنا هنا. دي كده طريقة لحساب ال probability of A لو انا عارف ال conditional probabilities اللي تخصها. والبيز دول اقدر اسميهم بارتيشنز. يعني كل واحد من دول كده اقدر اسميهم بارتيشنز. بارتيشنز هما مجزئين متنافيين مفيش اي واحد فيهم بيقطع التاني فهما بيجزئوا السامبل سبيس. فعشان كده اقدر اسمي دول بارتيشنز. عايز دلوقتي اطبق الكلام ده في مثال عملي. دلوقتي انا عندي صندوقين. الصندوقين دول الصندوق الاول فيه 3 كور وايت 3 بلو و3 جرين والصندوق الثاني فيه 2 وايت 4 بلو و5 جرين. انا بختار من الصندوقين عن طريق ان انا احذف كوين في الهواء. انا احذف كوين واشوف الكوين دي هتروح فين والنتيجة من الكوين هختار من الصندوقين. انا عندي هنا كوين تختار اللي ما بين الاثنين نسبة 50% فير كوين. عايز probability ان انا يطلع لي في الاخر خالص 2 جرين. احسب البروبابيليتي دي ازاي؟ ماشي انا عارف الاول يعني الاول انا اقدر احسب الاثنين جرين جيفن ان انا في الصندوق الاول. احسبها ازاي؟ ده شغل كومبينيشنز قديم. عايز احسبها فانا عندي 3 جرين از توتال. انا عندي 3 جرين وعندي بسحب كورتين. سوري انا ما قلتش ان انا اسحب كورتين. اعتقد المفروض ان انا اسحب كورتين مع بعض. عايز اتاكد ان انا هيطلع لي 2 جرين تمام. ف عندي 3 جرين هيطلع لي 3 سي 2 ده الايفنت بتاعي. ان انا ما بين كل الكلام دون في 3 كور بس هيبدلوا لي في المكانين دول هيطلعوا لي الاحتمالات دي. والسامبل سبيس بتاعي هو كل دول 3 و3 و3 9 سي 2. عايز احسب بقى البروبابيلتي ذات نفسها فيطلع لي البروبابيلتي 2 green given ان انا في الصندوق الاول first بتساوي ناتج اسم ده على ده. ده عبارة عن 3 في 2 على 2 ده 9 في 8 على 2 يبقى 3 في 2 على 9 في 8 تلت في ربع بيساوي 1 على 12. طب بالنسبة للصندوق الثاني الصندوق الثاني الايفنت ايه بتاعي هيكون 5 سي 2 وهنا عندي 2 و4 6 و5 11 فهيطلع لي 11 سي 2 الاس بتاعي. نفس النظام بالظبط فهيطلع لي probability 2 green given second هتساوي 2 على 11. البارتيشننج بقى والشغل اللي انا عملته ده وانا هيقول لي ايه او اللي خلينا نحسب ازاي. هيقول لي ان probability of being of having two green هي اوريدي مكتوبه. probability of having two green هتساوي probability في الاول اللي هي نص. انا اوريدي بقى بختار بكوين probability ان اختار الاول في probability الكونديشن ده على الاول 1 على 12 زائد نص
في 2 11 تطلع لي البروبابيليتي بتاعتي بقى تطلع لي بتساوي ايه تطلع لي approximately 0.133 انا كده حسبت البروبابيليتي ان انا يطلع لي 2 جرين جميل عايز اعمل ايه بقى انا دلوقتي عايز اعمل انفرنس اعمل انفرنس عن ايه لو انا جالي 2 جرين ايه probability ان هم يكون جم الصندوق الاول احنا كده بقى انفير عايز اعرف بعد ما حصلت حاجه هي حصلت من ايه هي نفس الفكره بالظبط بتاعت الفور والكلام اللي بنسوي كلام عليه شويه الانفرنس ده بقى هعمله ازاي الفورمولا اللي هستخدمها هنا جايه من الفورمولا بتاعت بيز اللي هي الفورمولا بتاعت الكونديشن probability اللي هي ايه لو انا عندي probability of a given b الكلام ده بيساوي probability of a تقاطع b على probability b و a تقاطع b دي ذات نفسها اساسا دي عبارة عن probability of a في probability of b given a الكلام ده اسمها probability of b اللي انا بعمله دلوقتي ايه انا عايز احسب حاجه جيفن حاجه يعني الحاجه جيفن حاجه دي حاجه في المستقبل اتسببت من حاجه يعني عندي حاجه حصلت في الماضي انا عايز اعرفها بناء على حاجه انا عارف حصلت في المستقبل الحاجه اللي حصلت في المستقبل ده جيفن الحاجه اللي حصلت في الماضي وعايز اعرفها دي اللي انا عايز احسبها فانا بقوم من شأن من العمليه بروح رايح هناك لبي جيفن ايه بي جيفن ايه الحاجه الجديده جيفن القديمه اللي هو الشيء اللي انا ببقى اوريدي عارفه انا ببقى عارف الكلام ده بس انا مبقاش عارف ده فانا اقدر انفير عن طريق المعادله دي خلينا بقى نستخدم المعادله دي عشان نحسب الحسبه بتاعتنا فنفرض ان ايه ده هو الفيرست وبي هو التو جرين جميل كده خليني بقى احسب هناك واشوف انا هحسب ايه فيرست انا عايز احسب خلاص انا مش هستخدم دي احنا بنستخدم اللي هناك بقى probability of A probability ان انا اختار ال first اللي هي نص مقسومة على probability of B اللي هي probability of having two green which انا قاعد عارفها حسبتها اهي 0.33 مضروب في probability ان انا اكون معايا two green given ان انا كنت في ال first دي 1 على 12 اهي اللي انا اوريدي كنت لسه حاسبها برضه فالكلام ده مضروب في 1 على 12 تطلع لي probability بتاعتي ايه 0.313 ده الفيرست اقدر اعرف من هنا كمان في السكند لو طرحت واحد ناقص الكلام ده هيطلع لي 0.687 يبقى انا كده عرفت probability ان انا اكون اخترت من الفيرست والسكند بس السكند اكبر طب ليه هي مش مستاهله هي واضحه جدا يعني انا عندي هنا 5 جرين وعندي هنا 3 فيبقى اكيد لو انا معايا 2 جرين احتماليه ان انا اكون سحبت من الصندوق الثاني اكبر من ان انا سحبت من الاولاني عشان فيه جرين اكتر يعني عشان خاطر ده فيه جرين اكتر فهيسبب لي ان انا اوصل للجرين عشان كده طلع لي البروبابيلتي بتاعت السكند اكبر من الفيرست انا كده عملت حاجه اسمها انفرنس واللي انا استخدمته ده كله على بعضه كده هو بيز ثيورم بس بقى عايز ان انا ايه الاول احدد خطوات الحل ازاي احل بعد كده خطوات سيستماتيك بعد كده بقى عاوز ان انا بقى ايه اكتب الثيورم بتاعت بيز دي ان اتس فول جلوري كلها بقى كده قدامنا ايه هي بقى خطوات حل اي مساله البيز ثيورم الخطوات كالتالي انا دلوقتي مطلوب مني مساله ان انا احسب probability لبي مثلا 2 given a حيث ايه دي حاجه من المستقبل ودي حاجه من الماضي حاجة من نفس التصور ده يعني حاجة اوريدي معايا في الآخر وعايز أجيب حاجة حصلت قبلها أو حاجة مسبباها عشان أحسب هذا الشيء محتاج رقم واحد أحسب كل الـ conditional probabilities الـ A لكل الـ partitions بتوع B يعني أنا المفروض إن أنا أول حاجة أحسب probability A B1 probability A B2 given B2 and so on
خطوة رقم اتنين، استخدم الكونديشنز دي عشان خاطر احسب البروبابيليتي اوف ايه ذات نفسها اللي هتساوي probability of A given B1 في probability B1 زائد probability of A given B2 في probability B2 وهكذا. بعد ما احسب دي نيجي لاخر خطوة، خطوة تلاتة اللي هي بتاعت الانفرنس، اللي هحسب منها probability دي عن طريق انها تساوي probability b2، probabilities اللي هي b2 وb1 وbc دي كلها انا اوريدي عارفها، حتى انا بحسب دي ايه بحسبها عن طريقها برضه، مقسوم على probability of a اللي بتبقى موجوده في الموديل بتاع probability اللي انا بحسب بيه. probability of a اوريدي حسبناها في الخطوه اللي قبلها، الكلام ده مضروب في probability of a given b2 اللي هي واحدة من اللي حسبناها هنا. وبكده اقدر احسب اللي انا عايزه. دي كده خطوات بايز ثيورم. اللي هحل بيها اي مسألة البايز ثيورم. الخطوات التلاتة دول بايز لما كتب الفورمولا ضمهم في فورمولا واحدة. الفورمولا دي بقى هي اللي بتعبر عن نظرية بايز كلها على بعضها في ايكويشن واحدة. الباشا ده بقى كده راح قال ايه؟ قال انا عايز احسب البروبابيليتي لبي كي، حيث كي دي بقى واحد او اتنين او تلاته او اي حاجه اللي انا عايز احسبها، جيفن ايه. الكلام ده بيساوي probability بي كي على probability ايه probability A given BK. بعد كده الكلام ده بقى بيساوي ايه؟ انا عايز احسب دي لانها مش معايا، فانا بحسبها بدلالة الـ conditional probabilities دي. فالكلام ده هيطلع بيساوي في الاخر ايه؟ probability BK في probability A given bk مقسوم على probability of a given b1 في probability b1 زائد وهكذا بقى. نفس المنطق كده بالظبط. نضم الكلام ده كله، انا هفرض ان عدد البارتيشنز بتاعي، عدد البارتيشنز دي لحد اخرها كابيتال N، نوصل للفاينل فورمولا اللي بتقول ان probability بتاعة bk given a بتساوي probability bk في probability a given bk مقسوما على summation as i بتبدأ من واحد وبتروح ل n of a بقى of probability a given bi في probability bi. دي كده full statement بتاعت بايز ثيورم. فورمولا واحدة فيها كل حاجة، مجهول واحد، وهنا كله معلوم.